rosa sionismen, vive Palestina und rosa sionismen. تحولت نغماتها إلى أيقونة، وردد الكبار والصغار ألحانها وكلماتها. إنها أغنية ليفي بالاستينا أو تحيا فلسطين، التي انتشرت بشكل واسع وسط الاحتجاجات والمسيرات المطالبة بإنهاء القصف الإسرائيلي لغزة في مختلف مدن العالم. تغنى بها المتظاهرون في دول عدة، منها السويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين ورفضا للقصف الإسرائيلي لغزة. ولكن ما هي قصة الأغنية التي تحولت إلى واحدة من أيقونات النضال الفنية؟ كتب كلمات الأغنية جورج توتاري مؤسس فرقة الكوفية، وهو فلسطيني من مدينة الناصرة. هاجر إلى السويد عام 1967، وكانت الفرقة تتألف من 12 شخصا جميعهم من جنسيات مختلفة، بينما كان توتاري الوحيد الذي يحمل الجنسية الفلسطينية. صدرت الأغنية للمرة الأولى ضمن ألبوم غنائي يحمل عنوان أرض وطني عام 1978، وهو الألبوم الثاني لفرقة الكوفية. إلا أن الأغنية واجهت حربا شرسة أدت لمنعها، حيث اتهمت بمعاداة السامية لأنها تتضمن عبارة تحيا فلسطين وتسقط الصهيونية، حتى أن البرلمان السويدي عقد جلسة لمناقشة مضمونها بعد أن غناها متظاهرون من شباب الحزب الاشتراكي السويدي في يوم العمال العالمي عام 2019. ووصف رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين أعضاء حزبه آنذاك بأنهم معادون للسامية بسبب غنائهم كلمات معادية للصهيونية، ودعا إلى حظرها تماما. أعادت أغنية تحيا فلسطين إلى الأذهان النجاح الكبير الذي حققته الأغنية الإيطالية بيلا تشاو، والتي كانت رمزا للمقاومة، لتؤكد أن الموسيقى ليست مجرد فن للتسلية، بل قوة قادرة لتوحيد الشعوب المختلفة ثقافيا ولغويا.